السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم إزاي تعرف إذا كان هاتفك بيدعم خاصية الشحن السريع ولا لأ، وإذا كان بيدعم خاصية الشحن السريع هنعرف إزاي نشغلها. بس قبل ما نبدأ الشرح، بنتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة، والاشتراك في القناة هيكون من أسفل الفيديو بالشكل ده. عشان شجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم ازاي تعرف اذا كان هاتفك بيدعم خاصية الشحن السريع ولا لا، واذا كان بيدعم الشحن السريع هنقول لكم ازاي تقدر تشغل خاصية الشحن السريع في الهاتف. طيب يا ان شاء الله الطريقة ديت هشرحها من على هاتف سامسونج. طبعا الطريقة ديت هتقدر تشغلها، او الشرح ده هيبقى من على هاتف سامسونج والهواتف الشبيهة لهواتف سامسونج، تمام؟ طيب اول شيء هنيجي على الضبط ونضغط عليه بالشكل ده. طيب بعد ما ضغطنا على الضبط هنيجي على صيانة الجهاز ونضغط عليها بالشكل ده. طيب بعد ما ضغطنا على صيانة الجهاز هيظهر لنا صفحة تانية بالشكل ده. هنيجي على البطارية وهنضغط عليه بالشكل ده. طيب بعد ما ضغطنا على خيار البطارية هنيجي على الثلاث شرط اللي هما في اعلى الشاشة على الشمال كده وهنضغط عليهم بالشكل ده. بعد كده هنضغط على الضبط المتقدم. طيب بعد ما ضغطنا على الضبط المتقدم هنلاحظ ان ظهر لنا طيب هنلاحظ هنا ان هو تاني حاجة هنا اللي انا مشغلها اللي هي خاصية الشحن السريع بواسطة كابل. طبعا لو انت ملقتش الخاصية ديت موجودة في جهازك يبقى انت الهاتف بتاعك ما بيدعمش الشحن السريع. لو انت ملقتش مكتوب لك هنا الشحن السريع بواسطة كابل يبقى الهاتف بتاعك ما بيدعمش الشحن السريع. طيب لو لقيتها هتبدأ تشغل، انا كده مشغل خاصية الشحن السريع. انت ممكن تكون عندك تلاقيها ملغية بالشكل ده، فتبدأ تضغط عليها كده، فتبدأ تضغط عليها بالشكل ده كده، وبكده هتبقى انت شغلت خاصية الشحن السريع في الهاتف. طبعا الخاصية ديت بتشحن الهاتف بسرعة ومفيش فيها اي خطورة. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك ومتنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.